هوية بريس. الخافوا من الله مش الخافوا وحده، الخافوا مونا أنا باش يجيبوا لنا الأمن ولا شي حاجة. احنا هما الأمن، احنا هما الأمن، وعاش الملك. احنا خايفين من الله، بقينا الملك يشوف مشكلنا احنا كي داير. احنا دايما نبقاو نغوتوا، نبقاو نتصادعوا، يعطونا حقنا ما نهار يشوفونا في الرمادي يقطعوا لنا الراس. لا يجازيهم بخير، ويجيو السلطات دابا تيبقاو يدفعوا فينا. لا مالنا حنا اش تقولوا؟ راه حنا اللي حررنا الصحراء، وحنا اللي تكرفصنا، وحنا اللي جمعنا الويل. حياتنا كامله تدمرات، فهم كلها تدمرات. علاش نبقاو حنا معانا؟ حنا دائما نتسكوا معانا هاك وهاك. الله يهديهم. حنا دابا اليوم غتلون هنايا. تحيه نضاليه لكل المناضلين، لكل الحضور الكريم. احنا في هذه الوقفه احتجاجيه جينا باش نحتجوا على الحقوق ديالنا، لان هي حقوق مشروعه ومسلوبه منا. جينا باحتجاج، وحنا غادي نطلبوا الحقوق ديالنا بالحاح. غادي نبقاو صامدون حتى نحققوا مطالبنا. احنا هما اللي ضحينا بالغالي والنفيس وبزهره شبابنا في الصحراء المغربيه، ودابا احنا مهضومين الحقوق وحنا مهمشين. ولهذا هنا كنطلبوا بالحقوق ديالنا، كنطلبوا الحقوق ديالنا المسلوبه بما فيها الديبلاسمون، وبما فيها الرفع من المعاش، وبما فيها تحسين الوضعيه ديال الارامل، وبما فيها كل الحقوق. كنطلبوا بالحقوق ديالنا، نطلبوا الله تعالى وتبارك ينصفنا سيدنا، يوصل الصوت ديالنا سيدنا وينصفنا، والملف ديالنا يلقى طريقه الصحيح، ونشدوا الحقوق ديالنا ونتهناوا من هاد المشاكل. ايها الضمائر الحيه، نحن كشريحه قدماء المحاربين والقدماء العسكريين نطالب بحقوقنا المشروعة، نطالب بالعيش الكريم ورد الاعتبار. نحن ضحينا بالغالي والنفيس من أجل هذا الوطن ليعيش مكرما منعما في الأمن والسلم وخيراته، وها نحن في الشارع، ها نحن في الشارع نطالب بالحقوق، نطالب بالعيش الكريم، نطالب برد الاعتبار. لا للحقرة، لا للظلم، لا للتهميش، لا للتفخير. نحن كشريحة قدماء المحاربين وقدماء العسكريين، نحن في الشارع وسنظل في الشارع حتى تحقيق مطالب، حتى تحقيق مطالب. هاد الشريحة إنها مظلومة، وإنها محقورة، وإنها مهمشة. على الأقل أعطيونا واحد الشيء القليل، واحد الشيء القليل. نطالب بشيء قليل، نطالب بالعيش الكريم ورد الاعتبار. وحي الله المغاربة وأهل الضمائر الحية، ونشكر جميع كل من ساند هذه الشريحة من قريب أو من بعيد. ونحن دائمون إن شاء الله، ستجدوننا دائما هنا حتى تحقيق المطالب. وعاش المغرب حرا مزدهرا بخيراته وبملكه وبهذه الشريحة المستضعفة المنسية المهضومة للحقوق. فعلا هذا الجمهور وهاد الاخوان اللي كاينين حاضرين هنا في المنصه ديال امام البرلمان، هادو كلهم جنود متقاعدين، وكاين ارامل، وكاين ارامل شهداء، وكاين معطوبين الحرب، وكاين الناس المعطوبين، وكاين الاكثريه راهم كاينين في ديورهم مرض مزمن، وكاين الناس العزازه اللي ما كيقدروش حتى يخرجوا الباب ديال الدار، وميم طون كيعطيوهم كاس ديال الماء شكون يعطيه لهم. وحنا ضحينا بالغالي والنفيس، وفعلا مشينا شباب ولاد 18 سنه في العمر نتاعنا اللي بغاونا للحرب، وضحينا بحياتنا، وضحينا بشبابنا، وضحينا بولادنا. هما قراو ولادهم وقراو هما، حنا ما قريناش وما قراوش ولادنا. وثانيا ملي كنفكر واحد الحاجه يا اخي العزيز، كنتشهد على الشهداء اللي ماتوا في الصحراء. الراس فقنت، والرجل فقنت، واليد فقنت، والدكاكه كتريب وتدخلهم في القبار بلا كفن بلا قرايه ديال القران. عار وعيب. دابا اللي كنطلبوا من المسؤولين الحاليين يوصلوا لنا الرساله نتاعنا للقائد الاعلى محمد السادس نصر الله وايده، هو القائد الاعلى ديال قوى المصلحه الملكيه. وفعلا يا اخي راه حنا مضرورين بزاف، كنا مضرورين، يعطيونا حقنا ما نبقاوش نجيو عندهم هذه الارض هذه. لان علاش؟ خدمنا في الايامات اللي كنا خدامين احتاجونا، ودابا ولينا بيريمي، ودونا حقنا مشروع مازال عندها في الذمه ديالها، ودونا زاوتونا الزبل، ما بقيناش. دابا ولينا بيريمي. الله يجزيك بخير. كنطلبوا من المسؤولين يوصلوا لنا هذه الرساله للقائد الاعلى محمد السادس نصره الله وايده. علاش؟ باش ما نبقاوش نجيو لهذا الميدان هنا نغوتوا. وكنا 60 سنه 70 سنه، وكاين الارامل اخي ماتوا الرجال تاعهم، وبقاو هما عندهم 22 سنه وعندهم جوج ديال الابناء، كراوهم ورباوهم وكبروا، ولكن في الوظيفه
وحاجه ويتكسب بلادي اللي قريت ثلاثه ولادو وما يتوقفوش. وحنا اللي كنقول لك هذه الهضره، انا حررنا الصحراء الارض وحررنا الجو وحررنا البحر تنتقل الى المنطقه الاخيره وهي النقطه الاخيره ديال عمقله. علاش دابا تبحوا فينا؟ هويه بريس.